معدلاتهم. وقليلا نتوقف معك دكتور فيصل المشاري، وأنت المدير العام للمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، كيف تجد مستويات الطلاب الذين اختبروا عندك هذه السنة؟ المعدل العام يعني إذا شئنا بالأرقام، كيف وجدت مستوياتهم؟ والله طبعا هذا سؤال محرج، يعني من الصعب طبعا أن تسألني أن أحكم على مستويات الطلاب من خلال اختبار. لا عندك أرقام دكتور فيصل، من خلال اختبار أرقام. القدرات أو اختبارات تحصيلية. طيب، لأني إذا حكمت على مستويات الطلاب فإني في الحقيقة أقدح في خلينا نقول يعني في التعليم العام، رسالة المركز الوطني للقياس والتقويم، وهي أننا فعلا لكي نقيس شيء معين لابد أننا نأخذ كل المعايير المطلوبة. لكن بشكل عام، طيب، الإجابة للسؤال أن الناظر طبعا إلى مستويات الخريجين الثانوية العامة يجد أن هناك جميع هذا الكلام طبعا يقوله جميع أساتذة الجامعات، طيب، وكل من يحتك بالطلاب المتخرجين، أن هناك تراجع في المستويات، في حين نجد أن معدلات الطلاب أو نسبهم كدرجات تأخذ في الازدياد. أيوه. ولو نظرنا إلى طالب يحصل على 85% مثلا قبل 10 سنوات وطالب يأخذ 95% اليوم، لنجد أن المستوى واحد، وهذا شيء طبيعي وموجود على مستوى العالم. أعطني أرقام وعلى مستوى العالم، كم النسبة تقريبا يعني الذين اختبروا لديكم هذه السنة، كم حصلوا؟ يعني أنتم عندكم درجة من 100 أليس كذلك؟ أقصى درجة من 100 هي ليست مئوية حقيقة، لكن لا نعتمد درجة قياسية، وهي ما تعتمد على المستوى أو متوسط الدرجات نضعها 65 درجة. طبيعة الحال نصف